بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة الإعلاميات لتعلم المكتبيات، مرحبا بكم في درس من سلسلة دروس قناة الإعلاميات لتعلم المكتبيات. درس اليوم غادي يكون هو طابيلاسيون. شنو هي طابيلاسيون؟ دونك طابيلاسيون هو بار اكزومبل إذا كان عندي واحد لو طرافاي فيه بار اكزومبل يعني لو نوم بلوس لو برينوم بلوس ادريس بلوس situation familiale plus email plus les diplômes etc. donc عندنا واحد لو دوكيمون على شكل ان كيسيونير. بيان سور حنا داك لو كيسيونير كنعطيو يعني كن امبريمي وكنعطيو لواحد المجموعه ديال الناس باش يديروا لانسكريبسيون ديال لي ريبونس ديالهم. حنا طابيلاسيون اكوا سير طابيلاسيون باغ اكزومبل ملي كنكريي لو نوم وتحت منو ملي كنكريي لو برينوم. دونك باغ اكزومبل ملي كتكون عندي لو نوم كيكونوا عندي قدامها جوج ديال النقاط وكيكون عندي واحد النقاط متقطعه يعني دي بوينتي واحد لاين بوينتي دو لاكيل جو دو انسيري ما ريبونس. دونك هنايا الا كنا باغ اكزومبل بغينا نصايبوا واحد الكيسيونير يكون مقاد بهذوك لي دو بوين ويكون مقاد حتى بلي بوينتي. دونك هنايا كيخصنا ضروري نكريو دي تاكي. هاد لي تاكي شنو هما؟ باغ اكزومبل ما بين لو نو حتى لهادوك دو بوان كنكريو واحد التاكي، يعني كنضغط على طابيلاسيون كيتخلق ليا واحد لي سباس، يعني كنعطيه هادوك دو بوان، عاد من بعد كنكريي ان اوتخو تاكي، يعني كيكون يعني ما بين هادوك دو بوان حتى الاخر ديال لا لين ديالي، و تيكون يعني عبارة على خطوط متقطعة. إذا إلا كان عندي لو نو لو برينو يعني كاع هاد لي كيسيون هادو صايبناهم بهاد الطريقة هادي، يعني كنكريي أن تاكي دون لاكيل جو دو فير دو بوان إي أن أوتخو تاكي يعني حتى الأخر ديال السطر وفيه يعني لي بوانتي. دونك هنايا كنكون يعني حصلت على واحد الإكزرسيس وبيا واحد لو طرافاي يعني لي مقاد وصحيح 100%. دونك الا ما درناش طابيلاسيون بيان سور ما عمرنا ما غادي نحصلوا في الاخير على واحد النتيجه اللي غادي تكون يعني كتشرف لو طرافاي ديالنا اللي نتابع. اذا غادي نشوفوا متنا لا كرياسيون دو طابيلاسيون. دونك اون ديسينغ عندنا واحد لا فيو على هذا الشكل هذا. بيان سور متنا نو فولون فير لونسومبل دو كيسيون بار اكزومبل ريغاردي بيان اي سويفي افيك مو. متنا نو فولون فير بار اكزومبل لو نو. غادي نجي غادي ناخدو الكلافي ديالنا غادي نمشيو غنطابيو لو نو باغ اكزومبل. لاحظوا معايا غادي نجيو لهاد لا ريغل هادي باغ اكزومبل ايسي غادي نجي غادي نحط الكيرسور بيها غادي نكليكي ميتنا هنا في 3 ونص، يعني هنايا 3 ونص بحال هكا غادي نكليكي. دونك هنا ملي كنكليكي لاحظوا معايا كيطلع عندي واحد تخيك يعني واحد تخيك هنايا يعني كحل ملي كندير فيه دوبل كليك. دونك هنايا كندخلو كيسابيل يعني كندخلو للطابيلاسيون. دونك هنايا روغاردي بيان انا شنو بغيت باغ اكزومبل ملي غادي نكليكي على طابيلاسيون خاص السيستم يجيبني هنا يحط ليا الكيرسور هنايا فين غادي ندير هادوك جوج ديال لي بوين. زائد بغيت باغ اكزومبل ملي غادي نكليكي على طابيلاسيون خاص السيستم يجي هنا ل 17. اذا غنحط الكيرسور هنايا وغادي نكليكي في 17. دابا لاحظوا معايا ميتنو ملي كندير دوبل كليك هنايا في هذاك التخيك دونك كنجي بروميييرمون كيعطيني سيستم بوزيسيون 3 ونص ديال الاول هذيك ما غاديش نهضر عليها. دونك انا كريت هذه ديجا ها هي هنايا. ماتنو غادي ناخذو ديال 17 اللي غندير لها سيليكسيون. اذا هاد 17 سنتيمتر شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها ملي غنكليكي على طابيلاسيون بيان سور غادي يمشي وبيا السيستم غادي يمشي غادي يحط ليا هاد لي بوينتي يعني على هاد الشكل هذا وكندير غير اوكي. دابا لاحظوا معايا مزيان دابا انا غادي نكليكي دابور على طابيلاسيون. طابيلاسيون راه هي واحد البوطون اللي كاينه فوق من الكابس لوك. عندنا واحد المفتاح وبيا واحد القفل هنا في الكلافي في دوك لي بوطون الاخرين اللي على اليسار ديال الكلافي. كاينه كونترول نبدا معكم من الاول. كاينه كونترول فوق منها واحد فلاش كيسابيل شيفت وفوق منها واحد البوطون فيه يعني قفل سميتو يعني الكابس لوك. عاد زائد كاينه البوطون اللي فيها جوج ديال لي فلاش واحد كيشوف اليسار واحد كيشوف اليمين هذيك هي الطابيلاسيون. دابا انا غنكليك على الطابيلاسيون شوفوا الكيرسور ميتنو. دابا الكيرسور ها هو جا وقف ليا هنا في هاد بشي تخيك هذا اللي درت في الاول وانت راك مخير غير انا خديت 3 ونص على حسب قلنا نقدو نكتبو باغ اكزومبل شي شون يكون شويه طويل. دونك حنا المهم حطيناه في 3 ونص. دابا غندير دو بوان بالكلافي. دابا غوكاردي ملي غندير عاوتاني طابيلاسيون هنا السيستم غادي يحط لي الكيرسور حتى لحد هنا بلي بوينتي. لاحظوا فوالا اونتري غادي نكتبو ميتنون برينو طابيلاسيون دو بوان طابيلاسيون لي بوينتي.
غادي نمشيو باغ اكزومبل دونك نصحو هاد بخينو بالاكسون ادريس باغ اكزومبل ادريس اشنو غندير ميتنو دونك تابيلاسيون دو بوين تابيلاسيون اونتري لا ميم شوز ميتنو الايميل تابيلاسيون فوالا دو بوين تابيلاسيون فوالا بروفيسيون اذن تابيلاسيون دو بوين اي فوالا حنا المهم عندنا واللي خصنا نوصلوا ليه وهو هاد لي بوين الا لاحظتوا معايا يعني ما كيبانش لكم كاين شي ديكالاج ني فيغ لا دروات ني فيغ لا غوش يعني هاد لي دو بوين كلهم يعني جون اون لين راه ما كاينش شي فرق ونتحدى يعني اي واحد يقول لي راه كاين شي ديكالاج دونك هذا فيما يتعلق يعني بالطابيلاسيون الا بغينا نحيدو الطابيلاسيون بيان سور كنجي هنا كنكليكي هكذا كيتحيدو لي طابيلاسيون حنا ميتنو اون ديستينغ الا ما كانش عندنا طابيلاسيون كنجي كندير لو نو باغ اكزومبل بهذا الشكل يعني غنبقى نكليكي لاحظوا معايا غنبقى نكليكي بحال هكذا يعني على بالاسباسمون باش ندير واحد دو بوان على هذا الشكل وغادي نضغط عاوتاني على واحد البوان عندي في الكلافي كنبقى ضاغط عليه على هذا الشكل هذا اذا هنايا غندير عاوتاني اونتري هذه برينوم لاحظوا معايا دابا شوف شحال ديال الخدمه دونك هنا خصني نبقى نقاد تقدر يجوني لي دو بوين مقادين قدو يجوني ما مقادينش دونك هنايا هذا كيخلق ليا مشكل وكيضيع ليا الوقت ديالي فهمتوا دونك هذا بطابيلاسيون وهذا سون طابيلاسيون دونك الحاجه ملي كنخدموا بطابيلاسيون بيان سور كتكون يعني مقاده 100% دونك كان اخواني اخواتي هذا الدرس يتعلق بطابيلاسيون كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بارطاجي بلس جيم بلس ابوني السلام عليكم.